بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا طلبة وطالبات الصف الثالث ثانوي الزراعي جميع التخصصات، أهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة ومادة محاصيل الحقل. في الحلقات السابقة احنا اتكلمنا مع بعض عن الدورات الزراعية وعرفنا الدورة الزراعية واتكلمنا عن مسائل خصب التربة وشفنا الإرشادات الخاصة بحل مسائل خصب التربة وحلينا مع بعض مثالين وقلنا نركز عليهم وخصوصا في الارشادات، لان اي مساله هتجي لنا زي المثالين دول هنطبق عليهم الارشادات والمعادلات بتاعتنا هنقدر نوصل للناتج ايه والحل الصحيح للمساله بتاعتنا. وصممنا في الحلقات السابقه دوره زراعيه لمحصول القطن في ارض تقوم بزراعه ايه محصول الارز، واتكلمنا مع بعض وادينا لحضراتكم مثال وقلنا نفكر فيه مع بعض بحيث هنتناقش في الحلقه دي ان شاء الله. وهو كان مثال قلنا فيه صمم دورة زراعية لمزارع يريد أن يزرع المحاصيل الآتية: 20 فدان برسيم مستديم، 20 فدان قطن، 10 فدان شعير، 20 فدان كتان، 30 فدان ذرة شامية، 30 فدان برسيم تحريش، 30 فدان فول صويا، 10 فدان حلبة، موضحا مدة الدورة، عدد الأقسام، رسم كروك يوضح توزيع المحاصيل واسم الدورة. طبعا احنا اتكلمنا مع بعض على الارشادات وقلنا ان احنا بنحسب من خلال الارشادات مساحه المزرعه بتاعتنا، بنجيب مساحه المزرعه، وقلنا مساحه المزرعه انها بتيجي عن طريق مجموع المحاصيل الصيفيه، مجموع مساحات المحاصيل الصيفيه وليست الشتويه. وقلنا ازاي نحسب المساحه الحقليه والمساحه المحصوليه. المساحه الحقليه قلنا اللي هي مساحه المزرعه كلها اللي هي هتطلع عندي في مساحه المحاصيل الصيفيه، ولكن المساحه المحصوليه هتطلع اجمالي المحاصيل الشتويه والصيفيه مع بعض. وطلعنا معامل التكثيف المحصولي من خلال المعادلات. تعالوا نحل مع بعض المثال ده ونشوف مع بعض ازاي هنحله حسب الارشادات اللي احنا اتكلمنا عنها. أول خطوة هنعملها تحسب مساحة المزرعة، تحسب مساحة المزرعة. مساحة المزرعة قلنا بتساوي مساحة المحاصيل الصيفية، مساحة المحاصيل الصيفية اللي هي اتذكرت في المثال السابق: 30 فدان ذرة شامية زائد 30 فدان فول صويا زائد 30 فدان قطن. إذا مساحة المزرعة عندي هنا كام؟ 90 فدان. مساحة المزرعة اللي أنا هطبق فيها الدورة 90 فدان، يبقى ديت أول خطوة إحنا هنحلها مع بعض. ان احنا نحسب مساحه المزرعه، مساحه المزرعه سوت عندي مجموع مساحات المحاصيل الصيفيه. اذا المحصول الرئيسي هنا هو محصول القطن ويمثل ثلث المساحه. اذا كانت المساحه عندي 90 ومساحه القطن 30 فهنا القطن بيمثل كام؟ ثلث المساحه. الخطوه اللي بعد كده بنحسب مده الدوره، وقلنا من خلال المعادله اللي احنا اتكلمنا عنها مده الدوره بتساوي مده مكس المحصول الرئيسي بالسنين في بقعته بالسنين على نسبه ما يشغله من مساحه الارض. واحنا اتكلمنا ان المحصول الرئيسي عندنا من المحاصيل الرئيسيه محصول القطن ومحصول القصب والسكر ومحصول الارز ومحصول الفول السوداني. دي المحاصيل الرئيسيه اللي بتتسمى بها الدورات الزراعيه عندنا في مصر. يبقى عندنا هنا مدة الدورة مدة مكس المحصول الرئيسي في بقعته بالسنين على نسبة ما يشغله من مساحة الأرض. يبقى أنا عندي مدة مكس المحصول الرئيسي اللي هو القطن كام سنة؟ هيبقى سنة واحدة بس، هو بيمكس في بقعته حوالي 9 شهور، فبتحسب سنة. المحصول الحولي إذا كان من 3 شهور ل9 شهور لسه ما كملش سنة تحسب سنة واحدة، وهو بيشغل تلت المساحة. إذا الحل عندي هنا مدة الدورة هيكون 1/3 هتساوي كام؟ 3 سنوات، هتساوي 3 سنوات. الخطوة اللي بعد كده تالت خطوة بنجيبها في حل مثال الدورة، عدد أقسام الدورة. يعني إيه عدد أقسام الدورة؟ يعني أنا هقسم الأرض بتاعتي إلى أقسام، المزرعة بتاعتي 10 فدانين، القسم الأول هطبق فيه المحاصيل ديت، القسم الثاني هيبقى مزروع بالمحاصيل الثانية، القسم الثالث بالمحاصيل الثالثة اللي أنا هرتبها في الدورة الزراعية حسب المساحات وحسب خدمة المحاصيل بعضها لبعض. يبقى عدد أقسام الدورة بتساوي مدة الدورة بالسنين. إحنا عندنا هناك المدة طلعت كام؟ 3 سنوات. يعني الخطوة الأولى أخدتها علشان أحل الخطوة الثانية، والخطوة الثانية أخدتها عشان أحل الخطوة الثالثة وتطلع معايا ناتج الخطوة الثالثة. يبقى عدد أقسام الدورة بتساوي مدة الدورة بالسنين على مدة مكس المحصول الرئيسي في بقعته بالسنين. يعني أنا عندي القطن بيمكس في بقعته سنة ومدة الدورة عندي 3 سنوات، إذا 3/1 بتساوي 3 أقسام. يبقى أنا عندي هنا عدد أقسام الدورة سوى كام؟ عدد سنوات الدورة 3 سنوات. يبقى هنا 3 أقسام وثلاث سنوات. طيب أنا دي هتهمني في إيه؟ هتهمني إن أنا لما أجي أرسم رسم الكروكي بتاعي اللي أنا هوزع فيه المحاصيل هحسب عدد الأقسام اللي هي هتتحط
او عدد المربعات اللي هتبقى داخل الشكل الرباعي بتاعي في الرسم الكروتي ازاي؟ قال لك هتضرب عدد السنوات في عدد الاقسام، 3 سنوات في 3 اقسام، يبقى انا عندي هنا الشكل الرباعي بتاعي هيتكون من كام خانه؟ هيتكون من 9 خانات، 3 في 3 ب9 خانات. الخطوه اللي بعد كده تقسيم المحاصيل الداخله في الدوره، المحاصيل اللي احنا ذكرناها في بدايه المثال هنقسمها بقى، هنقسمها لايه؟ هنقسمها لمحاصيل شتويه ومحاصيل ايه؟ صيفيه. المحاصيل الشتويه هنقسمها محاصيل بقوليه ومحاصيل غير بقوليه، يعني محاصيل مجهده للتربه ومحاصيل غير مجهده ايه؟ للتربه. تعالوا نشوف المثال، تقسم المحاصيل داخله في الدوره، رقم 1 محاصيل شتويه بقوليه فيها برسيم تحريش وبرسيم مستديم وحلبه. غير بقوليه شعير وكتان، ده في المحاصيل ايه؟ الشتويه. اما البقوليه خلي بالك انا عندي هنا نوعين برسيم، في برسيم تحريش وبرسيم مستديم، ايه الفرق بين الاثنين؟ مع ان ده برسيم وده برسيم. البرسيم التحريش باخد منه حاشيه واحده بس وقلنا بيسمى برسيم فحت او بيسمى برسيم قصاري بلغه المزارعين، ويتم زراعته قبل محصول القطن ايه؟ مباشره، يعني باخد حاشيه واحده بس منه وبعد كده ايه؟ ازرع محصول القطن. لكن البرسيم المستديم باخد منه من 4 إلى 6 حاشات حسب الصنف المنزرع. يبقى انا عندي هنا المحاصيل البقوليه الشتويه برسيم تحريش وبرسيم مستديم وحلبه، غير بقوليه عندي شعير وكتان. تعال نشوف المحاصيل الصيفيه، تقسيم المحاصيل داخله في الدوره، المحاصيل الصيفيه بتتقسم الى بقوليه وغير بقوليه. ايه هي المحاصيل البقوليه؟ قال لك المحاصيل البقوليه اللي هو محصول الفول والصويا ومساحته كام؟ عندي 30 فدان. اما المحاصيل الغير بقوليه كانت القطن والذره الشاميه، كانوا القطن 30 فدان والذره الشاميه 30 فدان، اذا هنا مساحه المزرعه عندي كانت 90 فدان، 30 فول صويا و30 قطن و30 ذره شاميه. الخطوه اللي بعد كده الشكل الرباعي الرسم الكروكي اللي احنا هنرسمه مع بعض. هيترسم بالشكل ده، هيتقسم زي ما قلنا لحضراتكم 3 خانات في 3 اعمال 3 في 3 ب9 خانات، تمام؟ متحدد فيها المساحه اللي هو القسم والسنه، انا عندي السنه الاولى والسنه الثانيه والسنه الثالثه، عندي قسم 1 قسم 2 قسم 3. تعالوا نشوف في توزيع المحاصيل هتخدم بعضها ازاي والمحاصيل هتدخل معايا في رسم الكروك ازاي. اول قسم عندي لابد ان يكون المحصول الرئيسي، القسم الرئيسي القسم الاول لابد ان يحتوي على المحصول الرئيسي، وعندي المحصول الرئيسي هنا قلنا ايه؟ ده محصول القطن. اذا أول سنة في القسم الأول هزرع 30 فدان برسيم تحريش ثم 30 فدان قطن، وهسمي القسم ده ألف، وهسمي القسم ده إيه؟ ألف. يبقى أنا في زرعت 30 فدان برسيم تحريش شتوي ثم 30 فدان قطن إيه؟ صيفي، وسميته إيه؟ ألف. طيب القسم الثاني في السنة الأولى هزرع فيه 20 فدان برسيم مستديم زائد 10 فدان حلبة، يبقى أنا كده عندي 30، ثم هزرع 30 فدان ذره ايه؟ شاميه، يبقى كده المحاصيل بدات تخدم ايه؟ بعضيها، محصول بقولي مع محصول ايه؟ غير بقولي، محصول مجهد مع محصول غير مجهد، فكده المحاصيل بدات تخدم ايه؟ بعضيها، وهسمي القسم ده ب، يبقى القسم ب فيه 20 فدان برسيم مستديم زائد 10 فدان حلبه، ده في الشتاء، وفي الصيف هزرعه 30 فدان ذره ايه؟ شاميه، وهسميه ب، ليه؟ علشان هوزع الحروف داخل ايه؟ المربعات بتاعتي، كل مربع يمثل ايه؟ مجموعة المحاصيل اللي هو بدأ فيها في القسم ايه؟ الأول. القسم الثالث في السنة الأولى هزرع فيه ايه؟ قال لك فيه 20 فدان كتان زائد 10 فدان شعير، ثم 30 فدان فول صويا. يبقى احنا كده عندنا 20 فدان كتان زائد 10 فدان شعير، ده في الشتوي، في الموسم ايه؟ الشتوي. ثم هزرع ايه؟ هزرع 30 فدان فول صويا، الفول صويا محصول بقولي بيخدم الارض، محصول غير مجهد، اما محصول الكتان ومحصول الشعير من المحاصيل ايه؟ المجهده، فهنا برضه المحاصيل بدات ايه؟ تخدم ايه؟ بعضيها، يبقى انا كده ماشي في الدوره بتاعتي في التوزيع بتاعي ايه؟ سليم، وهسمي القسم الثالث ده قسم ايه؟ جيم. تعالى بقى نشوف السنه الثانيه، الف هيروح فين وبه فين وجيم فين؟ القسم الاول والثاني والثالث هيروحوا فين؟ تعالى. السنه الثانيه أول قسم هزرعه فيه اللي هو الجيم، يعني إيه جيم؟ يعني هزرع فيه 20 فدان كتان زائد 10 فدان شعير في الشتاء ثم 30 فدان فول صويا إيه؟ في الصيف. طيب القسم الثاني ألف، ألف هيزرع فيه إيه؟ إيه المحاصيل المزرعة فيه؟ هينزرع فيه 30 فدان برسيم تحريش في الشتاء ثم 30 فدان قطن إيه؟ فين؟ في الصيف. طيب القسم الثالث، القسم الثالث ب،
هيحتوي على ايه بيه؟ قال لك بيحتوي على الشتوي 20 فدان برسيم مستديم زائد 10 حلبه في الشتوي، ثم 30 فدان ذره شاميه ايه في الصيف. تعال نخش السنه الثالثه. القسم الاول بقى بيه، بيه يعني ايه؟ يعني في السنه في القسم ده الاولاني انا هزرع فيه المحاصيل الاتيه، ايه هي؟ 20 فدان برسيم مستديم زائد 10 فدان حلبه ثم 30 فدان ذره شاميه. هنروح لايه؟ للقسم الثاني في السنه الثالثه بقى جيم، ايه هي المحاصيل اللي هيتم زراعته فيها؟ 20 فدان كتان زائد 10 فدان شعير شتوي ثم 30 فدان فول صويا صيفي. القسم الاخير معانا بقى ايه؟ بقى الف. الف ايه المحاصيل اللي هتزرع فيه؟ هتزرع فيه 30 فدان برسيم تحريش ثم 10 فدان قط. يبقى انا كده الشكل الكروكي بتاعي بقى ايه؟ سليم، والمحاصيل بتاعتي متوزعه توزيع سليم وتخدم بعضها ايه؟ البعض. بعد انا ما قسمت المحاصيل قبل التوزيع الى محاصيل صيفيه ومحاصيل ايه؟ شتويه، محاصيل بقوليه ومحاصيل غير ايه؟ بقوليه، وبدات اوزع المساحات بتاعتي واوزع الاقسام ايه بتاعتي. اذا الدوره دي دوره ايه؟ دي دوره قطن ثلاثيه، دوره قطن ايه؟ ثلاثيه. ليه؟ لان المحصول عندي هنا محصول القطن يمكث ايه؟ هيمكث في الدوره 3 سنين. يبقى دوره قطن ايه؟ ثلاثيه، هزرعه عندي في المزرعه 3 سنوات في 3 أقسام ايه؟ مختلف. تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده، نقد الدورة الزراعية. يعني ايه نقد الدورة الزراعية؟ احنا دلوقتي اتكلمنا مع بعض ووزعنا المحاصيل توزيع سليم و100%، والتوزيع بتاعك 10 على 10 تاخد عليه درجتك النهائية إذا جالك مثال زي ده ايه؟ في الامتحان وأنت بدأت توزع ايه المحاصيل فيه وتحل زي احنا ما حلينا المثال ده مع بعض. طيب الدورة بتاعتك هيجيب لك دورة تنقدها. انت عندك دورة عملتها للمزرعة بتاعتك، عايز تعرف المزرعة دي سليمة، الدورة دي سليمة او غير سليمة، هتكون هتعود عليك بالربح او هتعود عليك ايه بالخسارة، هتتعب وتجهد الارض عندك ولا هتحافظ لك على خصب التربة بتاعتك وتجدد لك الخصب ايه سنويا في التربة ايه بتاعتك. تنقطها ازاي؟ فاحنا عندنا مجموعة اسئلة لابد ان نسألها لانفسنا قبل ان ننقض الدوره علشان اوصل للنقد السليم. ليه؟ لان انا عندي نقد بناء هبني عليه الدوره ونقد هدام ههد عليه الدوره واقول ايه الدوره دي ايه مش هتنفع معايا فلابد ايه من تغييرها فابدا ابني دوره ايه من جديد. تعالوا نشوف الاسئله اللي هنسالها لبعضينا كده في دماغنا علشان ايه نشوفها. تنقض الدوره للتاكد من مطابقتها للعوامل التي سبق شرحها والاجابه على هذه ايه الاسئله. ايه هي الاسئله؟ رقم 1، هل يوجد بعد كل محصول وقت كافي لتركيز الارض وزراعه المحصول التالي في الميعاد المناسب؟ يعني المحصول اللي انا زرعته ده مش هياخر لي المحصول اللي هو اللاحق ليه وهيديني وقت كافي ان انا اقدر احرث الارض واسويها وازحفها واخدمها. السؤال الثاني، هل المحاصيل تخدم بعضها البعض في احتياجاتها السماديه؟ زي ما احنا اتفقنا وشفنا في الدوره اللي فاتت لما قلنا محصول بقولي مع محصول ايه غير بقولي، محصول مجهد مع محصول غير ايه مجهد. رقم 3، هل الدورة تكفل للمحافظة على خصب التربة؟ الدورة اللي فاتت بتاعتنا فعلا تكفل ايه؟ المحافظة على خصب التربة لأن كان داخل فيها ايه؟ داخل فيها محاصيل بقولية مع محاصيل غير ايه؟ بقولية بتتبادل بعضها البعض في الأقسام المختلفة. رقم 4، هل الدورة تساعد على مقاومة الحشائش والحشرات والأمراض؟ طبعا الدورة اللي فاتت احنا لما شفناها ان احنا بدلنا الاقسام قلنا الف وب وجبنا ب مكان الف وجيم مكان ب وتم التبادل والتوافق والتعاقب للمحاصيل ايه في قطعه الارض بتاعتنا اللي هي الكام؟ ال 90 فدان او مزرعتنا، فبالتالي انا هقضي على الحشرات لان انا مش هزرع محصول مكرر في نفس المكان، فبالتالي هيكون جيل مقاوم لايه؟ للمكافحه بتاعتي من الحشرات ايه والافات. رقم 4، هل الدوره تساعد على مقاومه الحشرات والافات؟ الحشرات الحشائش والحشرات والامراض. السؤال الخامس، هل الدوره تكفل حسن توزيع العمل واستمرارها خلال مدتها؟ يعني العمل موزع عندي على مدار السنه، مدار السنه عندي ايرادات وارباح داخل المزرعه ولا انا عندي وقت معين فيه الايرادات والعمال شغالين والباقي السنه انا ما عنديش شغل؟ 6، هل الدوره تكفل حسن توزيع الايراد واستقراره خلال هذه السنوات؟ زي احنا ما اتفقنا مع بعض واتكلمنا عليها دلوقتي. 7، هل الدورة تفضل أي دورة أخرى للحصول على أكبر دخل ممكن مع المحافظة على خصب التربة؟ يعني الدورة اللي أنا عملتها ديت ممكن أغيرها بدورة تحقق لي أعلى عائد من الربح مع المحافظة على خصوبة التربة، ولا هي الدورة اللي أنا عملتها ديت هي هتحقق لي الربح المنشود أو اللي أنا إيه محتاجه؟ نخش النقطة اللي بعد كده، أسباب تعديل إيه الدورة.
احنا طبعا شفنا الدوره بتاعتنا وصممناها ونقدنا الدوره بتاعتنا لانها ايه دوره سليمه، يبقى اعتمدناها هنشتغل ايه عليها. نيجي لتعديل الدوره، اذا كان النقد بقى نقد هدام، نقد ايه هدام يعني ايه؟ يعني انا ههد الدوره بتاعتي وهبدا اعدل فيها علشان يكون عندي عائد اقتصادي كبير من المحاصيل اللي انا هزرعها ومع المحافظه على خصوبه ايه التربه. فاسباب تعديل الدوره ايه هي؟ تعال نشوف هنعدل الدوره لايه. رقم واحد، تقلبات اسعار المحاصيل. يعني ايه تقلبات اسعار المحاصيل؟ يعني انا دلوقتي زرع محصول ولقيت المحصول ده بدات الاسعار بتاعته تنخفض، فانا بستبعد المحصول ده وابدا ادخل مكانه محصول عالي الربحيه بتاعته علشان يدخل ايه دخل كويس وما يحققش معايا ايه خساره ويحقق معايا ايه دايما ربح. رقم اتنين، اجابه مطالب منشات جديده. اجابه مطالب منشات جديده يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي المزرعه بتاعتي اتفتح جنبها، تم افتتاح جنبها مصنع لتصنيع المربات، مربى تين، مربى فراوله، او تم افتتاح جنبها مكان هاوس اللي هي محطه تعبئه حصيلات زراعيه للتصدير. فبالتالي انا كده هبدا ازرع المحاصيل اللي هي هتحتاجها المحطه او هيحتاجها ايه المصنع لانها بقت قريبه مني، فبالتالي هتوفر معايا ايه نقل وشغل ايه كتير والعائد بتاعها هيبقى ايه كبير. فبالتالي انا هبدا اعدل الدوره بتاعتي اذا تم انشاء منشاه جديده ايه بالقرب من المزرعه ايه بتاعتي، سواء كانت محطه تعبئه او سوق عمل زي سوق خضار او حاجه، او مصنع لتصنيع ايه المواد الغذائيه زي تصنيع ايه المربات وخلافه. رقم ثلاثة، تغير حالة الأرض. يعني إيه تغير حالة الأرض؟ يعني الأرض عندي لقيتها بدأت تتعب وتتحول مثلا معايا للملحية، لا فأنا هبدأ كده أشيل المحاصيل اللي بتتأثر بالملوحة وهدخل مكانها محاصيل لا تتأثر إيه بالملوحة، أو أصبح عندي ندرة في مية الري، مية الري بقت قليلة، فأنا كده هشيل المحصول الحساس للري اللي بيحتاج كمية مية كبيرة وهدخل محصول يتحمل الجفاف وإيه والعطش. فبالتالي تغير حالة إيه الأرض ده من أسباب تعديل إيه الدورة. النقطة اللي بعد كده، صدور قوانين جديدة أو إبطال العمل بالقديم منها. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا كان في زراعة الأرز إحنا عندنا مشكلة في نقص المية، فإحنا قلنا المنطقة دي مش هتزرع إيه مية، فصدر قانون إن منطقة سين مش هتزرع إيه رز السنة دي، فبالتالي أنا هطلع الرز من عندي إيه من الدورة هدخل مكانه محصول إيه جديد. في بعض المحاصيل زي محصول القطن ماشي، ممكن الدولة تصدر قرار ان ممنوع زراعة الصنف ده في المنطقة ديت، فانا بالتالي ايه ما اقدرش ازرع المحصول بتاع القطن في الصنف ده، فهبدا اسحب المحصول ده وهدخل ايه محصول تاني ايه جديد حسب قوانيني الجديدة او ابطال القوانين اللي سنتها ايه الدولة. النقطة اللي بعد كده، شروط الدورة الزراعية الجيدة. ايه هو شروط الدورة الزراعية الجيدة؟ انت شوف الشروط كده فكر معايا، زي احنا ما شفنا اسباب التعديل وحلينا مثال كويس للدوره الزراعيه وشفنا المحاصيل وزعناها كويس وحسبناها كويس مع التوزيع داخل الشكل الكروكي، نشوف الشروط بقى للدوره الزراعيه الجيده هل كانت تنطبق على دورتنا او لا تنطبق. رقم واحد، ان تتساوى محاصيل الدوره على مدى سنوات الدوره ما لم ينشا تعديل في المساحه لسبب من اسباب تعديل الدوره. يعني مساحات المحاصيل متساويه، يعني انا عندي 30 فدان زرعتهم شتاء هزرع 30 فدان في الصيف، مش هزرع 20 فدان في الشتاء واجي في الصيف هزرع 30 او اعكس، لا لازم المساحات بتاعه المحاصيل اللي داخله في الدوره على مدى سنوات الدوره ما يحصلش فيها ايه تعديل وتكون ايه متساويه. يعني ال 30 فدان صيفي 30 فدان شتوي داخل مكانهم 30 فدان صيفي. النقطه اللي بعد كده، أن تشتمل الدورة على مساحة كافية لمحاصيل العلف تكفي حيوانات المزرعة. يعني إيه؟ يعني أنا عندي الحيوانات بتاعتي ديت أنا هجيب لها غذاء منين؟ عشان أنا أقدر أوفر الألبان اللي بتنتج منها واللحوم والجلود. أنا أي مزارع أو أي مربي عنده مزرعة بيكون عنده 3-4 رؤوس ماشية فين في المزرعة عنده. فبالتالي عايز يوفر لهم الغذاء، هيوفر لهم الغذاء منين؟ فلازم لابد ان يكون يوجد في الدوره بتاعتي محاصيل اعلاف كافيه لسد حاجه حيوانات المزرعه او تكفي حيوانات المزرعه. النقطه اللي بعد كده معانا، ان تتضمن محاصيل الدوره احد المحاصيل التي تحتاج الى خدمه جيده وعظيق لضمان التخلص من الحشائش. يعني ايه؟
يعني احنا دلوقتي في الدوره اللي فاتت احنا فيها 30 فدان ذره شاميه. الذره الشاميه بتحتاج زراعه على خطوط وبتحتاج عزيق، بتاخد عزقتين او ثلاث عزقات حسب الصنف. وكذلك محصول القطن بيتم عزيقه، بياخد له ثلاث عزقات لمحصول القطن. فبالتالي انا هتخلص كده من الحشائش، وهتخلص برضو من بعض الحشرات الساكنه تحت سطح التربه. النقطه اللي بعد كده ان تحافظ الدوره على خصب الارض وحفظ مستوى المادة العضوية بها. طبعا ده كانت دورة معانا اللي هناك، دورة نموذجية، كانت المحاصيل تخدم بعضها البعض. كانت محاصيل بقولية مع محاصيل غير بقولية، محاصيل مجهدة مع محاصيل غير مجهدة، ومحاصيل متعمقة الجذور مع محاصيل سطحية الجذور. خمسة، أن تخصص مساحة كبيرة للمحصول الرئيسي النقدي، وهو أكثر المحاصيل محاصيل الدورة ربحا. يبقى أن تخصص مساحة كبيرة للمحصول الرئيسي. احنا كان عندنا المحصول الرئيسي كان هناك، كان محصول القطن، فبالتالي خد قسم كامل لوحده، قسم كامل. بمعنى ان انا ما ينفعش في تصميم الدورة اقول 30 فدان برسيم تحريش ثم 20 فدان قطن زائد 10 فدان ذرة شامية، الدورة بتاعتي كده غير صالحة. ليه؟ لان المحصول الرئيسي عندي هنا لا يحتل قسم كامل من اقسام الدورة. النقطة اللي بعد كده أن تصمم الدورة بطريقة تحقق زراعة كافة المحاصيل في موعد مناسب مع خدمة الأرض. يعني أنا الدورة بتاعتي تكون في المواعيد المناسبة وتخدم تحقق الخدمة الكاملة للأرض بتاعتي من خلال زراعة المحاصيل بالطريقة المفضلة أو الطريقة اللي تخدم الأرض بتاعتي، وما تسيبش أي أثر سلبي يرجع ليا بالسلب بعد كده. رقم سبعة، أن يتم الاستفادة من الأثر المتبقي للمحاصيل المختلفة بالدورة، وذلك عن طريق تعاقب المحاصيل بطريقة سليمة. يعني إيه الأثر المتبقي؟ يعني جذور النباتات اسمها أثر متبقي. بمعنى أنا زرعت برسيم التحريش، حشيت، سبت منطقة التاج وسبت الجذر بتاع البرسيم في الأرض، تم حارته وتقليبه في الأرض، كده أنا الأثر المتبقي بتاعي هيتم تركيز حوالي من 10 ل 15% أزوت عن طريق الجذور بتاعت البرسيم اللي تم تركها في التربه. فبالتالي الارض هتستفاد منها، وهيحصل تعاقب للمحاصيل بتاعتي بطريقه سليمه. ان انا زرعت محصول بقولي وفر ازوت عندي، وزرعت بعديه محصول نجيلي من المحاصيل اللي بتستهلك ازوت، فبالتالي انا ما اجهدتش التربه عندي. رقم 8، ان تتعاقب المحاصيل بطريقه تحقق مقاومه الحشائش والحشرات والامراض. لابد أن تتعاقب المحاصيل بطريقة تحقق مقاومة الحشائش والحشرات. ليه؟ ما ينفعش أجي مدخل محصول في الدورة ويعقبه محصول بيحمل نفس الآفة. يبقى أنا كده وفرت بيئة مناسبة للحشرة أو المرض إنه ينتشر عندي في المزرعة. ولكن أنا لما أزرع محصول لا تتطفل عليه الحشرات، حشرة معينة أو مرض معين مع محصول تاني، فبالتالي أنا هحافظ على اقدر اوفر المقاومه الامنه للحشائش والحشرات عندي في الدوره من خلال تعاقب المحاصيل بطريقه سليمه. رقم 9، ان تعمل الدوره على تنظيم العمل على مدار العام وعلى مدار سنوات الدوره. المزرعه عندي شغاله طول السنه، انا عندي السنه 365 يوم، لو سنه بسيطه 365 يوم عندي شغل. اذا الدوره بتاعتي كانت سليمه، لابد ان ينتظم العمل على مدار العام. ما ينفعش اشتغل في ايام وايام ما عنديش شغل خالص، فانا بالتالي هفقد العماله اللي هتكون موجوده عندي في المزرعه، وبالتالي هفقد برضو جزء كبير من الارباح بتاعتي. رقم د، عمليات الارشاد الزراعي للنهوض بالمحاصيل الزراعيه. يعني عمليات الارشاد الزراعي للنهوض بالمحاصيل الزراعيه؟ وزاره الزراعه ومراكز البحوث بتقدم برامج إرشادية، بمعنى إنها بتنتج أصناف جديدة أو بتبدأ تدخل معادلات سمادية جديدة أو عمل التجارب على توفير المية، فبتطلع لك محاصيل أو بتطلع لك أصناف مقاومة للجفاف أو مقاومة للرقاد أو مقاومة للمرض معين. فبالتالي ديت محتاجة عمليات إرشاد. أنت ممكن هتاخد الدبلوم بتاعك، ممكن تشتغل مرشد زراعي. يعني إيه مرشد زراعي؟ يعني هتاخد التوصيات اللي عملتها وزارة الزراعة وهتطبقها مع المزارعين في الحقول بتاعتك. طيب
تعالوا نشوف عمليات الإرشاد الزراعي إيه الخطوات بتاعتها اللي إحنا هنمشي إيه عليها. مهام ودور قطاع الإرشاد الزراعي، إيه هي مهام ودور قطاع الإرشاد الزراعي؟ تعالوا نشوف المهام بتاعتنا أنا كمرشد زراعي. رقم واحد، تعريف المزارعين بنتائج البحوث والتكنولوجيا. يعني إحنا دلوقتي عندي صنف أنتجناه من أصناف القمح بيديني 24 أرداب من الفدان. المزارع ما يعرفوش، المزارع بيحب دايما يزرع الصنف اللي زرعه مرتين ثلاثة في المزرعة عنده، ليه؟ لأن ضامن الإنتاجية بتاعته، فهو متخوف من أي حاجة جديدة، هو مش عايز يعرض نفسه للخسارة. فأنت هتعمل إيه؟ هتعرف المزارع بنتائج البحوث والتكنولوجيا. يعني أنا لو استخدمت الزراعة بالسطارة هاخد 40 كيلو جرام لزراعة فدان إيه؟ قمح. لكن لو انا هزرعه بدار هاخد 60، يبقى انا كده وفرت، لو استخدمت التكنولوجيا وفرت 20 كيلو ايه جرام التقاوي. فبالتالي انت كدورك كمرشد زراعي انت بتعرف المزارعين بنتائج البحوث اللي هي ايه وصل ليها مراكز البحوث ومحطات البحوث، والاساتذه بتاعتنا ايه ودكاترتنا في محطات البحوث. رقم 2، نقل المشاكل التي تواجه المزارع للمراكز البحثيه لايجاد الحلول الملائمه لها. بمعنى انك انت مرشد زراعي في منطقه بتشوف ايه المشاكل اللي هي بدات تظهر عندك مع المزارعين او عند المزارعين في الارض، سواء من تحول الارض او من تحول محاصيل او من تحول ميه ري، وتبدا توصل المشاكل ديت للاساتذه في المراكز ايه البحثيه علشان يشتغلوا عليها ويشوفوا حلول للمشاكل ايه ديت. رقم 3، متابعه تنفيذ التوصيات الارشاديه على حقول الارشاد. متابعة تنفيذ التوصيات الإرشادية على حقول الإرشاد. يعني إيه متابعة تنفيذ التوصيات الإرشادية على حقول الإرشاد؟ بمعنى إن حضرتك دلوقتي إحنا جايبين صنف جديد طلع وليكن بنسوف 6 من أصناف القمح ديورا وعايزين نعممه، فأبدأ أزرع المحصول ده في حقول اسمها حقول إيه؟ إرشادية. حقول إيه؟ إرشادية. إن أنا هتعاقد معاك وهزرع عندك حقلين أو هزرع إيه؟ 3 فدادين حقل إيه؟ إرشادي. بتتم فيه ايه المعاملات على المحصول ده، وبقسم نص المساحة المحصول بتاعنا اللي هو الجديد او المعاملة اللي هي هتتم عليه مع النص الثاني. النص الاول هيكون ايه الزراعة العادية بتاعتك او صنف عادي بتاعتك او المعاملات العادية اللي انت ايه بتعملها. يبقى انت كده هتتابع تنفيذ التوصيات الارشادية على حقول ايه الارشاد. وسائل تنشيط دور الإرشاد الزراعي للنهوض بالمحاصيل، إيه هي الوسائل اللي بتساعد على تنشيط دور الإرشاد الزراعي للنهوض بالمحاصيل؟ تعالوا نشوف إيه هي الوسائل ديت. رقم 1، عدم الاهتمام بالمحاصيل الرئيسية فقط لزيادة توعية المزارع بها للحصول على أعلى إيه؟ إنتاجية. عدم الاهتمام بالمحاصيل الرئيسية فقط، يعني أنا ما أروحش أقول للمزارع ازرع قمح على طول، ازرع قمح ازرع قمح، لا، لازم انوع له في المحاصيل اللي هو ايه يزرعها علشان يحقق اعلى ايه انتاجيه، وتوعيه المزارع ايه بالحاجات دي علشان يقدر يحصل على اعلى ايه انتاجيه. رقم 2، الاهتمام بوجود المرشد الزراعي القادر على استيعاب المعلومه ونقلها وان يتم تدعيمه ماديا. يعني انت راجل مرشد زراعي مجتهد لابد ان يكون لك مكافاه، اطلع لك مكافآت، علشان اذا ما قدمتلكش انا دعم مادي فانت مش هتقدم لي الدعم المعنوي اللي هو ايه انك انت تشتغل مع المزارعين شغل صح وتنقل التوصيات صح او تبدا تطبق معاهم البرنامج الارشادي او البحث ايه صح. رقم 3، تدعيم قطاع الارشاد الزراعي وتقديم هذه الخدمه مجانا للمزارعين. تدعيم قطاع الارشاد الزراعي وتقديم هذه الخدمه مجانا للمزارعين. يعني انا مزارع رايح محطه البحوث اسال واستفسر عن صنف معين او اسال واستشير عن مقاومه مرض معين هعمل فيه ايه؟ فما اخدش منه يعني مقابل مادي، لا، انا اقدم الدعم ليه، اقدمه دعم ايه؟ مجانا للمزارعين. النقطه اللي بعد كده، تحديد الاسعار المشجعه للمزارعين اللي هي الزراعه التعاقديه قبل مواعيد زراعه المحاصيل. يعني ايه الزراعه التعاقديه؟ عندنا في إنتاج التقاوي فيه صنف إحنا زرعناه أخدنا منه التقاوي المسجلة، التقاوي المسجلة ديت بتبقى طالعة كميتها قليلة، أنا عايز أعمل منها كمية كبيرة علشان أوزعها على المزارعين، فأعمل زراعة تعاقدية مع المزارعين اللي عندهم مساحات إيه كبيرة، هتعاقد معاك على زراعة 10 فدادين قمح وأنا اللي هاخد منك إيه التقاوي بتاعتك، وبكون محدد معاه إيه السعر سواء سعر سوق رفع أو انخفض، فبالتالي هو باخد معاه
بياخد مني السعر اللي تم التعاقد عليه. خمسة، تغليظ العقوبات على المزارعين المخالفين. يعني مزارع خالف قانون المنطقة اللي هي أسنته الدولة إن ممنوع زراعة محصول سين في المنطقة ديت، هو راح زرع، لابد أن أغلظ العقوبة عليه. ليه؟ علشان ما يكررش كده تاني، ويلتزم بالدورة الزراعية. لأن لو كل واحد زرع إلا على مزاجه أو إلا على هواه، فبالتالي أنت مش هتقدر تحقق دورة زراعية في المنطقة اللي عندك، وهينتج عندك أمراض كتيرة لا حصر لها، سواء كانت أمراض فطرية أو إصابات حشرية. هنخش بعد كده على موضوع التقاوي. بصراحة الموضوع ده موضوع شيق جدا جدا جدا، إنك أنت لو تدرسه صح وتفكر فيه صح هترتاح وتستفاد منه طول حياتك. ليه؟ لأن التقاوي عامة، تقاوي المحاصيل، موضوع كبير، وكل ما تفكر فيه بيطلع لك حاجات جديدة. أنا عن نفسي من الناس اللي بيحب يشتغل في مواضيع التقاوي من صغري كده. يعني أنا اشتغلت في المحطات الإعداد والإنتاج وإنتاج الأصناف اللي خاصة بالمحاصيل، فبالتالي هو موضوع كويس جدا هنتعرف عليه وهنشوفه. احنا بنقول كده احنا داخلين على باب التقاوي. ايه هي التقاوي؟ تعالوا نشوف مع بعض التقاوي. شايفين الصورة ديت بتعبر عن ايه؟ دي تقاوي، دي حبوب قمح. طيب والصورة التانية، الله، الصورة التانية دي بذور بقولية، بذور فول بلدي، بذور فول بلدي. الصورة التالتة، الله، دي ديت عيدان قصب السكر او عقل قصب سكر. طيب الصورة التالتة ده، دي بصيلات بصل، دي بصيلات. الاربع صور دول بيوضحوا لي يعني ايه تقاوي. يعني ايه تقاوي؟ يعني حبوب القمح دي تقاوي، بذور الفول تقاوي، عقل قصب تقاوي، بصيلات تقاوي. فلما نيجي لتعريف التقاوي نعرفه مع بعض بقى من خلال الصور. لما اقول لك عرف التقاوي او يجي لك اذكر المصطلح او اكتب المصطلح او عرف التقاوي في الامتحان، هتعرف التقاوي هتقول هي عباره عن اي جزء من اجزاء النبات تستخدم في تكاثره، سواء كان هذا الجزء ثمريا او بذريا او جذريا او خضريا. هذا التعريف. لما نقعد نفكر ندمج الاربع صور مع بعض اللي احنا شايفينهم، يبقى تعريف التقاوي عبارة عن اي جزء من اجزاء النبات تستخدم في تكاثره او تكملة فترة حياته، سواء كان هذا الجزء ثمريا او بذريا او جذريا او او خضريا. تعالوا نشوف بقى التعريف عندنا في الكتاب. احنا لما دمجناه مع بعضنا، هي أي جزء من أجزاء النبات يستخدم لتكاثر المحاصيل الزراعية واستمرار زراعتها من موسم لآخر. نخش على النقطة اللي بعد كده، أهمية التقاوي. إيه هي أهمية التقاوي عندي؟ لكل شيء أهمية. إيه أهمية التقاوي؟ تعالوا نشوف أهمية التقاوي. رقم واحد، المحافظة على النوع واستمرار تعاقب الأجيال. يعني هي دلوقتي أنت راجل كبرت، أخدت الدبلوم، ربنا كرمك، اشتغلت شغلانة كويسة، جهزت شقتك، اتجوزت، خلفت ولد اتنين تلاتة، فانت كده اصبح بتحافظ على الجيل بتاعك عن طريق انك انت انجبت واصبح عندك اولاد. طيب التقاوي عندنا في المحاصيل هي بتحافظ على استمرار النوع وتعاقب الاجيال. يعني انا زرعت قمح السنة، خلص حصدته، اخدت جزء منه وشلته للسنة الجاية، زرعته طلع لي قمح. النقطة التانية، حفظ المادة الوراثية بما تحمله من صفات ممثلة في أجزاء الجنين. حفظ المادة الوراثية. أنا عندي قمح ديورم، ما ينفعش القمح ديورم هزرعه السنة دي ديورم يطلع لي السنة الجاية شعير، أو يطلع لي قمح خبز. لا، هي تم حفظ المادة الوراثية للمحصول أو الصفات الوراثية للنبات داخل أجزاء الجنين. رقم ثلاثة، وسيلة لتحسين المحاصيل حيث يمكن فيها تجميع العوامل الوراثية المؤدية إلى زيادة كمية المحصول وجودته بعد عمليات التهجين. النقطة دي مهمة جدا. ازاي؟ قال لك وسيلة لتحسين المحاصيل. ليه؟ انا بجمع العوامل الوراثية الكويسة، انا ممكن اطلع
حاجه اسمها هجين. يعني ايه هجين؟ احنا لما قلنا هجين ممكن اروح اشتري شكاره ذره شامي الاقي شكاره مكتوب عليها ايه؟ هجين فردي كذا او هجين ثلاثي كذا. طيب ايه الفرق بين الهجين الفردي والهجين الثلاثي والهجين الزوجي؟ ايه يعني ايه الهوجن ديت؟ فالهوجن ديت انا بجيب سلالات نقيه، سلالات نقيه ذات صفات وراثيه مميزه او صفات وراثيه بتديني انتاجيه عاليه زائد صفات مقاومه للامراض او حاجات ايه تانيه كويسه مع سلاله قويه تانيه وبهجنهم مع بعض او بجوزهم لبعض، الناتج بتاعهم ابنهم اللي طلع ده اسمه هجين. لما هاخده هزرعه هيديني محصول ايه؟ قوي، او الهجين هيطلع ايه؟ قوي، فبالتالي بستفاد انا حاجه هنا اسمها قوه ايه؟ الهجين. رقم 4، وسيله لانتشار النبات وانتقاله من مكان لاخر. طيب دي هتساعد، اهميتها في ايه؟ اقول لك اهميه دي في ايه؟ انا دلوقتي المحاصيل اللي انا بزرعها او النباتات المفيده بالنسبه لي قمح، شعير، ذرة، أرز، أنا بحصدها وباخد الناتج بتاعها وبخزنه وباجي تاني سنة إيه أزرعه. طيب الحشيش اللي عندي بيطلع، الحشائش اللي بتطلع في الأرض ديت عندي في المحاصيل بتطلع إزاي؟ من وسيلة انتشار النبات اللي عن طريق التقاوي. طيب هي هتتنقل من مكان لآخر إزاي؟ عن طريق الرياح. الحشيشة بتطلع التقاوي بتاعتها بتكون خفيفة الوزن فبالتالي بتطير مع الهواء، بتتنقل من مكان لمكان ايه عن الهواء. طيب في بيطلع فيها حاجات ايه بتمسك في ايه في الملابس بتاعه او وصوف ايه الاغنام زي حشيشه الشبيط او البذره بتطلع بتشبط في الغنم او بتشبط في الحيوان او بتشبط في ملابسك فانت نقلتها من مكان ايه لمكان. خفيفه الوزن زي بعض الايه النباتات الحشائش المائيه فبتعوم مع الميه وبالتالي انت اثناء الري بيتنقل من مكان ايه لمكان. فهي دي وسائل ايه لانتشار ايه النبات. ليه؟ لان الحشائش ديت ليها هي التانية ايه تقاوي، والتقاوي ديت ايه للحفاظ على ايه المحصول او الحفاظ ايه على النبات وتعاقب ايه اجيال. النقطه اللي بعد كده، مصدرا اساسي لتغذيه الانسان كما في محاصيل الحبوب والاجزاء الخضريه كالبطاطس. يعني مصدر اساسي لايه؟ لتغذيه الانسان. ازاي؟ عندي قمح، انا بطحن القمح بصنع منه خبز، باخد البطاطس بتغذى على البطاطس سواء كانت بطاطس مطهيه في البيت او عملناها مقليه او محمره زي ما بتحب انت تاكلها ايه في بيتك. فكده ايه، فبالتالي التقاوي هنا اصبحت مصدر ليه؟ لغذاء ايه الانسان. 6، مصدرا لكثير من الصناعات مثل انتاج النشا والسكر واستخراج الزيوت وصناعه الادويه. بمعنى ان انا ممكن النشا بصنعه من ايه؟ من تقاوي او من بذور الذره الشاميه، من حبوب الذره ايه الشاميه. السكر بصنعه من عيدان قصب السكر ومن جذور بنجر السكر. استخرج الزيت من المحاصيل الزيتيه زي السمسم، الفول السوداني، دوار الشمس، كل دي محاصيل ايه زيتيه، بعصر البذور بتاعتها واحصل ايه على الزيت. صناعات الأدوية زي إيه؟ زي عندي محصول الحنة، محصول الحنة ده أوراق الحنة بتخش في صناعة إيه؟ الأدوية وصناعة إيه؟ الصبغات وبعض المحاصيل التانية إيه؟ كتير. صفات التقاوي الجيدة. إيه هي صفات التقاوي الجيدة؟ أنا دلوقتي حضرتك هتزرع معايا السنة دي في الموسم الصيفي هتزرع ذرة شامية. هتجيب تقاوي، إيه هي صفات التقاوي بتاعتك الجيدة اللي أنت هتقدر تجيبها؟ بيجي لك سؤال في الامتحان سين السؤال الاول، ماشي، اذكر صفات التقاوي الجيده. يبقى انت هتذكر صفات التقاوي الجيده هتقول ايه؟ هتقول له رقم 1، ان تكون من صنف جيد ملائم للمنطقه التي سيزرع بها وذوي قدره انتاجيه مرتفعه. ان تكون من صنف جيد ملائم ايه للمنطقه التي يزرع بها وذي قدره انتاجيه ايه مرتفعه. بمعنى ان الصنف ده يلائم المنطقه ديت، ما اروحش اجيب قمح مكرونه اللي هو قمح الديوره من الوجه القبلي اوديه الوجه ايه البحري، او اروح اجيب محصول العدس من الوجه القبلي اروح ازرعه في الوجه ايه البحري، مش هيجيب معايا ايه؟ مش هيجيب معايا محصول. ليه؟ لانه هيصاب بالامراض ايه والاصداء. النقطه اللي بعد كده، ان تكون ذات نسبه انبات عاليه. بمعنى ان كل 100 بذره ازرعها
يطلع لي منها 98 99 يبقى نسبة الإنبات بتاعتها إيه عالية للحفاظ على الكثافة النباتية المثلى في وحدة إيه المساحة. أنا عندي متر أرض زرعت فيه 100 حبة، ال 100 حبة طلع منه 99، أنا كده 100 100 فين في الكثافة النباتية في الأرض بتاعتي. ولكن لو زرعت 100 حبة في المتر وراح طلع منها 50 يبقى أنا كده خسرت إيه الباقي من خلال ايه الكثافة ايه النباتية ايه اصبحت غير مثلى. النقطة اللي بعد كده ان تكون تقاوي الصنف نقية خالية من تقاوي الاصناف الاخرى، النقاوة الوراثية. يعني ايه تقاوي الاصناف الاخرى؟ بمعنى انا زرعت القمح، حصدنا القمح اليومين دول ودرسنا القمح ورحت اودي القمح بتاعي شونة قعدت ابيعه اخد سعر ايه قليل، سعر قليل ليه؟ قال لك لا انت زرعت دلوقتي القمح اللي انت جايبه ده قمح ايه؟ قلت له انا جايب قمح خبز جايب جيزه 168. قال لك لا ده في حبوب قمح ديورم اللي هو قمح المكرونه بني سويف 5، اصبح دلوقتي معنا هو نفس المحصول بس اصبح فيه خلط هنا ايه؟ خلط ايه وراثي ان في تقاوي دخلت معايا غريبه عن الصنف اثناء ايه؟ الزراعه. ان تكون تقاوي الصنف نقيه خاليه من تقاوي الاصناف ايه؟ الاخرى اللي هي النقاوه ايه؟ الوراثيه. في بعض الظواهر ممكن تلاحظها انك انت لما تيجي تجيب كيزان ذره بيضه تلاقي بعض الكيزان فيها بعض الحبوب الصفراء. بعض الحبوب الصفراء ليه؟ لان الذره البيضاء ديت اللي هي اتزرعت كان مزروع قريب منها صنف تاني بس صنف اصفر، فتم انتقال حبوب اللقاح من الصنف الاصفر للصنف الابيض فبالتالي اثر على ايه؟ على الحبوب. عن اسمها ظهرت الميتازيني. النقطة اللي بعد كده أن تكون على درجة عالية من النظافة وخالية من المواد الغريبة. درجة النظافة بتاعتها عالية خالية من المواد الغريبة. إيه هي المواد الغريبة يا مصر؟ المواد الغريبة عندي طوب، عندي قش، عندي حصى، عندي تقاوي محاصيل أخرى وليس تقاوي محاصيل نفس إيه الصنف. لازم نفرق بين دول. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا دلوقتي عندي في محصول القمح ده في بعض الحبوب للذرة الشامية، ده محصول آخر وليس صنف إيه آخر. ولكن لو لما يتواجد حبوب قمح خبز مع حبوب قمح ديورم ده إيه اختلاط إيه أصناف، ولكن هنا اختلاف إيه في المحاصيل المواد إيه الأخرى. خمسة، أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والمرضية. طبعا دي مهمة جدا لأن الإصابة الحشرية والمرضية لو التقاوي بتاعتك مسوسة مش نسبة الإنبات بتاعتها هتبقى إيه؟ قليلة. ولو عندك إصابة مرضية فيها عفن أو معفنة حصل من أمراض العفن اللي هي بتطلع فيها فبالتالي برضه هتبقى إيه؟ هتأثر عندك في كمية إيه المحصول. وخصوصا الحتة دي بنلاحظها في محصول البصل، إذا تم نقل شتلات البصل أو تقاوي البصل من محصول من أرض مصابة بمرض العفن الأبيض وزرعها في أرض إيه نظيفة فبالتالي هتنقل العدوى وهتصاب إيه نباتات البصل عندي بالعفن الأبيض. حتى لو زرعتها تاني سنة أو تالت سنة وكل إيه مع تكرار إيه الزراعة هيتم إصابتها إيه بنفس المرض. النقطة اللي بعد كده أن تكون كاملة النضج وتمت التكوين وغير ضامرة أو مكسورة. يعني إيه كاملة النضج؟ إحنا في محصول القمح وهو لسه كده فريك فيه نسبة رطوبة عالية، جو يومين حر شداد أو أنا قطعت الري فبالتالي حصل ضمور للحبة، الحبة مش مليانة أصبحت مكرمشة ضمرة بنقول عليها بالبلدي كده ممروتة، فيها ممروتة. يعني إيه ضمرة أو ممروتة؟ يعني فقدت جزء كبير من نسبة الرطوبة بتاعتها قبل تمام إيه؟ النضج. فبالتالي لما هزرعها مش هتطلع، مش هيحصل لها انبات، ولو حصل لها انبات هيبقى الجنين ضعيف جدا، هيبقى الجنين ايه ضعيف جدا او البادره اللي طالعه ضعيفه ايه جدا. كذلك الامر الحبايه المقصوره مش هتطلع. لو انا عندي قعدت ازرع فول بلدي ولقيت الفول متكسر نصين كل فوله مكسوره نصين هقعد ازرعها ايه مش هتطلع ونسبه الانبات عندي هتبقى ايه قليله. النقطه اللي بعد كده ان تكون منتظمه الحجم والشكل واللون. منتظمه الحجم والشكل ايه واللون، يعني اللون اصفر ذهبي هو اصفر ذهبي، الحجم منتظم كلها ايه يعني على الغربال. لما غربلها على غربال واحد لو انا هغربلها على غربال مثلا 2 مللي هم كلهم ايه حجمهم 2 مللي، ما فيش واحده 3 مللي ايه تستنى فوق وال2 مللي ينزل ايه من الغربال، لازم يكون الحجم كله ايه واحد.
النقطة اللي بعد كده مصادر الحصول على التقاوي. ايه هي مصادر الحصول على التقاوي؟ انا التقاوي بتاعتي ديت، انا تقاوي مضمونة، عايز تقاوي مضمونة، اجيبها منين؟ ايه هو مصدرك؟ هتجيب تقاويك اللي انت تزرعها في المزرعة منين؟ تعال نشوف مصادر الحصول على التقاوي. رقم واحد وزارة الزراعة. طبعا وزارة الزراعة من خلال محطات البحوث ومحطات الغربلة اللي هي بتعملها والتعاقدات اللي بتعملها علشان تنتج التقاوي كبيرة، فبالتالي انت بتجيب من وزارة الزراعة الصنف مضمون وليه ونسبة النقاوة والإنبات ايه مضمون. رقم اتنين الجهات العلمية والبحثية. ايه هي الجهات العلمية والبحثية؟ اللي هي محطات البحوث، محطات ومراكز البحوث، زي محطة بحوث ساخة، محطة بحوث جميزة، محطة بحوث سيتس، مركز بحوث الدقي، مركز بحوث الجيزة. ديت الجهات العلمية والبحثية اللي انا اقدر ايه احصل عليها ايه في التقاوي الجيد. النقطة اللي بعد كده الشركات الزراعية المتخصصة في إنتاج التقاوي. الشركة اللي هي واخدة تصريح لإنتاج صنف أو واخدة تصريح لإنتاج التقاوي علشان أبقى كده ضامن إن التقاوي بتاعتي إيه سليمة والشركة إيه ما غشتنيش، ما ادتنيش تقاوي بايتة، من جابت تقاوي قديمة ودايرتها أو قلبتها في شكاير جديدة وبعتها لي أروح أزرعها على إيه نسبة الإنبات إيه منخفضة. فبالتالي الشركات الزراعية المتخصصة في إنتاج التقاوي أجيب منها وانا ايه مطمن. أربعة إنتاج التقاوي محليا من المزرعة. يعني إيه إنتاج التقاوي محليا من المزرعة؟ إنتاج التقاوي محليا من المزرعة إن أنا بختار التقاوي بتاعتي من الحقل بتاعي. جيت في محصول الذرة الشامية، في محصول الذرة الشامية بتاعي حصل إيه؟ انتخبت بعض الكيزان الكبيرة ذات صفات إيه؟ مميزة، يعني حجمها كبير، الحباية ممتلئة، منتظمة الصفوف، أبدأ إيه أجمعها وأبدأ أفركها عندي وأخزنها إيه كتقاوي. دي كانت في الأصناف إيه الأصناف إيه البلدية زي الجيزة إيه زي الجيزة 2. عندي محصول القمح من المحصول اللي هو إيه ممكن أزرع شكارة السنة دي وأكثر منها السنة الجاية. إزاي؟ إن أنا دلوقتي القمح عندي طلع كويس، ممكن أخد جزء من الناتج اغربله، ابعد منه الشوائب والقش الطين الحبايه الضمرة واستخدمه كتقاوي، واستخدمه كتقاوي للسنه ايه الجايه. ولكن احنا هنا بنفضل ان الزراعه تكون من الشكاره ايه على طول علشان خاطر استفاد بقوه ايه الهجين. مراحل انتاج التقاوي. ايه هي مراحل انتاج التقاوي؟ التقاوي عندي بتمر بعده ايه مراحل. ايه هي؟ تعالوا نشوف المراحل علشان الصنف يوصل ليك او يوصل ليك تقاوي جيدة في شكارة كويسة بتديك إنتاج عالي، نشوف هتمشي معانا إزاي. أول مرحلة اسمها تقاوي المربي، بسميها النوية. إيه هو المربي؟ أنا راجل باحث شغال في التقاوي، هنتخب الصنف ده أو لصفات معينة، لصفة إنه مقاوم للرقاد، هاخده تمام، هبدأ إكساره عندي، بسمي الكمية اللي هتطلع اسمها تقاوي المربي أو النوية اللي هو الجد الكبير. النوع الثاني، المرحلة الثانية تقاوي الأساس. إيه هي تقاوي الأساس؟ إن أنا هاخد المربى ديت هزرعها تقاوي أساس، هتديني كمية إيه؟ كبيرة شوية، الكمية كبيرة شوية هتخش بيها المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة اسمها التقاوي إيه؟ المسجلة. الصنف عندي خد الصفات الوراثية وثبت عنده وراثية، هطلع له شهادة ميلاد. أنا دلوقتي عندي ولد، جبت ولد هسميه فلان الفلاني، هطلع له شهادة ميلاد، يبقى هنا التقاوي المسجلة إن أنا طلعت لها شهادة إيه؟ الميلاد بتاعتها. التقاوي المسجلة ديت هاخدها واعمل عليها تعاقدات علشان تديني كميات كبيرة للصنف، اقدر اوزعها على كل المزارعين تمام، واخد منها كميات ايه كبيرة، وتطلع التقاوي منها اسمها التقاوي ايه معتمد، المرحلة ايه الرابعة، التقاوي المعتمد. يبقى انا عندي كده مراحل انتاج التقاوي كم مرحلة؟ اربع مراحل. اذكر مراحل انتاج التقاوي او تكلم عن مراحل انتاج التقاوي، هتقول له مراحل انتاج التقاوي رقم واحد تقاوي المربي اللي هي النوية، رقم اثنين تقاوي الأساس، رقم ثلاثة تقاوي المسجلة، رقم أربعة تقاوي المعتمدة اللي هي خدت إيه الختم على البطاقة بتاعتها وبقت موجودة إيه في الشكارة. تعالوا نشوف تعريف كل واحدة فيهم. تقاوي المربي النوية إيه هي؟ تشمل الجزء من تقاوي الصنف الذي قام المربي بمحطات التربية أو محطات البحوث بإنتاجه والإشراف عليه وتكون نقاوته 100%. يعني النوية مش مسموح بأي شيء في النقاوة، لازم نقاوتها 100%. رقم اثنين تقاوي الأساس تعريفها، وهي حائزة على الصفات الوراثية المميزة للصنف وعلى أعلى درجات النقاوة، وتكون ناتجة عن زراعة تقاوي المربي
ومصدرا لانتاج التقاوي المسجله او ايه او المعتمده. التقاوي المسجله ايه هي التقاوي المسجله؟ وهي تنتج من تقاوي الاساس او من تقاوي مسجله اخرى، وهي تحتوي على الصفات الوراثيه للصنف وعلى درجه خاصه من النقاوه، وهي مصدر لانتاج التقاوي ايه المعتمده. خش بعد كده التقاوي المعتمده، ايه هي التقاوي المعتمده؟ وهي تنتج من تقاوي الاساس مباشره أو من التقاوي المسجلة أو من تقاوي معتمدة أخرى، ويجب أن تتوفر فيها الصفات الوراثية للصنف ودرجة خاصة إيه من النقاوة. يبقى إحنا كده اتكلمنا عن مراحل إنتاج التقاوي. ممكن في الامتحان يجي يقول لك عرف تقاوي الأساس أو أذكر ما تعرفه عن تقاوي النووية أو تقاوي إيه المربي أو التقاوي المسجلة أو التقاوي إيه المعتمدة. فهتذكر لي الحاجات اللي احنا ايه اتكلمنا فيها دي. يبقى احنا كده مع بعض النهارده اتكلمنا عن نقد الدوره نقدناها، وشفنا الاسئله اللي بنسالها لنفسنا، ازاي هعدل الدوره بتاعتي او هنقطها علشان اوصل للدوره المنشوده اللي هتحقق ليه اعلى ربح. وكذلك شفنا دور الارشاد الزراعي واهميتك انت كمرشد زراعي، انت هتعمل ايه وهتودي ايه وهتتعامل مع الناس ازاي، وازاي هتقدر تنقل المعلومات البحثيه والتكنولوجيه من محطات البحوث او من وزاره الزراعه الى المزارعين علشان يطبقوها ايه في الحقول بتاعتهم. واتكلمنا عن الحقول الارشاديه، وقلنا الحقل الارشادي انك انت بتزرعه كصنف جديد بتزرع او معامله جديده بتزرع نص الحقل او بتزرع حقل كامل بالمعامله ديت، وتزرع المعامله القديمه بتاعتك في الحقل الثاني وبتشوف الفرق ايه بينهم هما ايه الاثنين. اتكلمنا بعد كده عن تعريف التقاوي، وقلنا ان التقاوي هي عباره عن اي جزء من اجزاء النبات يستخدم ايه في تكاثره. يبقى احنا كده وصلنا مع حضراتكم النهارده لنهايه حلقه النهارده، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.